بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. السادة الوزراء، زملائي النواب، إخوتي أخواتي، ها نحن نعود اليوم بعد استراحة وجيزة لافتتاح دورة برلمانية استثنائية هي الأولى لهذه السنة. إن استدعائكم لهذه الدورة قد اقتضته أهمية الكبرى التي تميز جدول الأعمال المحدد لها في المرسوم الذي تولي عليكم آنفا. كيف لا، ومن بين النصوص التي ستخضع بعون الله لدراستكم وتصويتكم مشروع القانون الدستوري الذي يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له، والذي يعد أولى زمار الحوار الوطني الشامل. وأنتم لا شك تدركون أن المصادقة على هذا النص ستفتح المجال لسن تشريعات أخرى سيكون لها كبير الأثر في تطوير الديمقراطية والحكم الرشيد في وطننا العزيز. وعلاوة على ذلك، يتضمن جدول الأعمال مجموعة من مشاريع القوانين تتعلق بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية وبميدان التعاون الدولي. زملائي النواب، إن أهمية هذه النصوص تجعلني واثقا من أنكم ستلونها الاهتمام اللازم من خلال حضوركم الدائم لاجتماعات اللجان ولجلسات علنية بنفس المستوى من المواظبة والجدية الذي عهدتكم به. وأتمنى أن تكون عطلتكم المنقضية قد سمحت لكم بالاطلاع على مشاغل وتطلعات ناخبيكم، مما سينعكس لا محلة إيجابا على عمل غرفتنا وعلى تفاعلها مع السلطة التنفيذية التي تعمل بجد مجهود لتنفيذ برنامج فخامة الرئيس السيد محمد عبد العزيز الذي انتخب على أساسه. وفي الأخير، وطبقا للمادة 53 من الدستور والمادة 56 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية والمرسوم الآن في الذكر، أعلن على بركة الله افتتاح هذه الدورة البرلمانية الاستثنائية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.